هاي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جاي بقراءة شهر جون، رح احاول احكي فيها عن الاحوال العاطفية والاحوال العامة، بس رح ركز اكثر على الاوضاع العاطفية لإلك وللشريك. كذلك رح اتحدث عن العزاب. بدي اقول شغلة، لانه هذا القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع، و في إمكانية إنه تكون قراءة عكسية، خاصة إذا تكلمنا عن علاقة الحب. أوكي، بداية يا برج الثور، عم شوفك سعيد بهذه الفترة، أو عم شوف صراحة إنه في شيء لطالما كنت متعلق فيه وكنت متشبت فيه كتير، وهلا خلص تركته، عملت له كأنه هذا الباب سكرته ورحت تشوف أبواب جديدة بالحياة، كأنه هيدا الباب كان عم يجلب لك تعاسة، سواء كانت علاقة، سواء كان شيء، أي شيء، صداقة كانت عم تسبب لك ألم، في شخصية سامة بحياتك، يعني سكرت الأبواب عليها ورحت يعني رحت لأبواب جديدة أو تكتشف الحياة. لهيك أنا عم شوفك بطاقة فيها نوع من السعادة أكثر يا برج الثور. أوكي، عم شوفك كأنه خلص أخذ درس على أنه ما أفتح هذا الباب من جديد. عم شوفك مقفل الأبواب، وهذا الباب بالضبط الذي هو سبب لك الألم. أوكي، بالنسبة للشريك صراحة عم شوفه شخص ترابي، شخص ثابت، شخص عم شوفه إنسان مشاعر ثابتة. أوكي، شخصية قوي كذلك، ممكن يكون أنت تتعامل مع برج الأسد، أو عم شوفك كذلك تتعامل مع برج الحمل أو السرطان. أوكي، حتى الميزان عم يظهر بهذه القراءة. عم شوفك على انه هذا الانسان عنده خاصية انه شخص ثابت، شخص مقدم، ممكن حتى ماديته حلوة، انسان بيعرف كيف يجني المال، انسان ممكن عم يشتغل بكل ما يتعلق بالاموال، ممكن بالبنك عم يشتغل كذلك، حتى بوكالة مثلا مثل اللي عم ينقلوا البضائع، بكل شيء خاصه بالإرساليات. أوكي، عم شوفه شخصية كذلك، حتى ممكن عم يشتغل بالفن، أي شيء يتعلق بالفن. عم شوفه شخصية كتير هيك ثابتة، واثقة من نفسها وقوية جدا. أوكي، عم يظهر بهذه الطاقة هذا الإنسان. عم شوفه هذا الإنسان عم يحبك، عم شوف لأنه عم تطلع لي الآيس أوف كابس، هذا الإنسان يحمل مشاعر تجاهك كتير قوية. أما أنت ممكن العلاقة شوي متعبتك. أوكي، عندك حيرة، عندك illusion، شوي في تعب بهذه القراءة أو بعلاقتك. ممكن هذا الإنسان عم يسبب لك ألم، أو عم يسبب لك غيرة، أو عم يكسر لك قلبك. أوكي، عم شوفك كأنه عامل بارير، أو عامل يعني كأنه مسكر هذا الباب. أوكي، أو مسكر عليه، ممكن عامل بلوك، ما عم تحكي معه. عم شوفك كأنه في ألم يأتيك من هذا الإنسان، ممكن حتى كلامه، إنسان يكون كلامه شوي هيك جارح وعم يجرحك بكلامه، وكأنه هذه العلاقة يعني سببت لك ألم، سببت لك تعب، جرحتك، يعني علاقة أعطيتها مدة طويلة وأعطيتها فرص كتيرة، بس يعني الجرح رح يضل يعني بتكرر. أوكي، بالوقت الراهن عم شوفك ممكن هذا الإنسان طلب الغفران أو طلب السماح منك، وأنت حائر جدا هل تسمح له أو تسكر خلاص الباب، لأنه جرح كرامتك، جرح كتير أشياء، عم يعني ألمك هذا الإنسان. لهيك عم شوفك حائر في اتخاذ القرار، بس هو صراحة شخص سعيد. أوكي، شخص سعيد ما بياخذ الأمور على قلبه، ممكن يقول الكلمة وخلص وانتهيت الحكاية، بس انت عم تشيلها بقلبك وعم تنجرح يا برج الثور. اوكي، عم شوفه سعيد حتى لو جرحك وألمك، ممكن يطلب السماح منك بكل سهولة،
ولا عنده مشكل، عم شوفه سعيد جدا وعم شوفه مستمتع بوقته. اوكي يعني واخذ الامر، اذا دقيت باب هذا الانسان رح يسامحني، ما هو قلبه طيب. اوكي صراحة انت بالرغم من انه موجوع من هذا الانسان، وبالرغم من انه انت متألم من هذا الانسان وبتفكر بالموضوع 100,000 مرة وعم تقول سامحه او لا، اعطيه فرصة او لا، بس صراحة انت بدك انه تكونوا مع بعض، انه تكونوا بهذه العلاقة، بدك حدا يشاركك بالحلوة والمرة، يشاركك بكل تفاصيل حياتك، ما بدك انه تكون لحالك. انت كثير متعلق بهذا الانسان وكثير متشبث بهذا الانسان. اوكي عم شوف كذلك على انه في رغبة من الشريك، اذا لم يقلها حاليا فانا عم شوف في رغبة ملحة انه يطلب السماح، انه تسامحه على كثير اشياء. اوكي عم شوف في رغبة ملحة انه يكون معك. هذا الانسان بحبك، يحمل مشاعر، ممكن هذا الانسان شوي صليط اللسان عم يحكي كلام جارح لإلك، او تصرفاته اللي هي بتحكي هذا الكلام الجارح لإلك. عم شوفه حتى بالمستقبل البعيد يعني عنده رغبة انه يكون معك بعلاقة طويلة الأمد وفيها مشاعر كتير قوية، بس ممكن العلاقة فيها تقلبات، كأنه هذا الإنسان متقلب المزاج، أوقات عم يعطيك يعني يعطيك اهتمام كتير كبير، وأوقات بيبتعد يعني بيصير. وغالبا هو هذا الإنسان بحب السهر، بحب إنه يكون يطلع مع أصحابه، ممكن حتى علاقات، يعني بحب إنه يعني يستمتع. أوكي أي شيء بيجلب له سعادة بيروح صوبه. أوكي هذا الإنسان عنده رغبة إنه دائما يكون سعيد دائما، لأنه كمان عم تطلع لي الناين أوف بنتيكلز، هي تعني البلاجر استسمح، كمان عم تعني هي البلاجر والسعادة والاستمتاع بالأشياء الدنيوية الأرضية، وهو يعني يحمل هذه الطاقة. شخص بحب انه يستمتع بكل تفاصيل الحياة، سواء من اصدقاء من جلة اصدقاء، ممكن كذلك ممكن يكون بيعاقر المخدرات بيسكر كذا. اوكي هيك بيعمل اشياء، ممكن حتى بحب انه يصاحب رفقة نساء اذا كان هو الرجل. اوكي كما يظهر بهذه القراءة نشوف على انه يطلب منك الوراق انه تعمل مجهود اكثر. اوكي مجهود اكثر لانجاح هذه العلاقة، لانه بيقول لك انه اعظم الحب يعني يتطلب خطوات اكثر وعمل مجهود اكبر. اوكي يعني كأنه هذه العلاقة يلزمها للنمو للتطور لأنه تصير علاقة ناجحة جدا كتير من المجهود. عم طلع لك كمان أنه يلزمها مجهود كتير كبير. أوكي هذا الإنسان لازمه وقت، لازمه نضج، لازمه كتير أشياء. إذا أنت يعني مستعد أنه تقدم هذا الوقت أو تقدم وقتك كله لإله، ومستعد انه تعمل مجهود كثير بالعلاقة، فممكن العلاقة تنجح. بس يعني من شخص لآخر يختلف الأمر. في ناس كثير بتحب انه تضحي بالعلاقة، في كثير أشخاص ما بتحب انه تهدر وقتها بعلاقة يلزمها وقت كثير طويل. اوكي بالنسبة للعزاب عم شوف على انه عندهم رغبة ملحة انه يلتقوا بحدا من حياتهم، ممكن تجمعهم الظروف بشخص، ممكن يكون برج الحمل. هذا الانسان رح يكون شخصية متسرعة، شخصية ممكن بده يعني عنده رغبة انه يعمل علاقة معك، وراح يعمل خطوة وراح يكون متسرع انه يتقدم بسرعة بالعلاقة. اوكي بس عم شوفك انت عم تدرس الموضوع على كثب او على مهل، ويعني كأنه حاطه من خيار من خياراتك وشوي متمهل. للبعض منكم عم شوفوا يعني
في كتير منكم عندهم رغبة ملحة على أنه في شخص من الماضي يعود ليطلب السماح منهم ويكسروه، أو بيطلبوا كل ساعة كل مرة أنه في عدالة تتحقق وأنه يشرب من نفس الكأس. ما نسوا أبدا هذا الألم الذي سبب هذا الإنسان لهم. أوكي، عم شوف في 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 رغبة أنه تتحقق العدالة الربانية. أما بكل ما يتعلق بالعمل يا برثور، عم شوف كأنه أنت عندك يعني مشروع مادي، عندك مشروع، هذا المشروع عم تعيد صياغة أفكاره أو أولوياته. أوكي، عم شوفك إذا أنت تريد بكل صراحة تريد العودة إلى الدراسة، فهناك احتمالية. ممكن في كتير من برج الثور رح يحاولوا يبحثوا أو يقدموا لجامعات، لأنه عم شوف الدراسة العليا عم تبحثوا عن كأنه بتقدموا رسائل للجامعات، أو عم تعملوا أوراق تتعلق بكل شيء خصو بهذا المشروع اللي بحكي عنه. أوكي، عم شوفكن عم تقدموا أوراق، عم شوفكن كذلك بتقدموا أوراق لمحكمة، عم شوف كأنه كذلك للبعض منكم في شيء جديد رح يفتحوه، سواء هذا المشروع رح يفتحوه بصيغة جديدة أو رح يروحوا ليكملوا دراستهم بالجامعة. أوكي، عم شوف كذلك للناس الذي تريد أو تسأل عن نجاح بما يتعلق بالدراسة، عم شوف في نجاح، عم شوف في أشياء جديدة لبرج الثور، عم شوف كذلك على أنه في تحقيق لأحلامهم، سواء أي حلم كان عم يحلموا فيه عم شوفه يعني سيتحقق هذا الحلم. أوكي، ممكن طاقتك أنت وأصحاب المجموعة الأولى برج الميزان، أو حالياً أنتوا عم تبحثوا عن توازن بالحياة، عم شوف في بدء بداية جديدة بالحياة، كأنه شخص ابتعد عنكم وأنتوا بدكم تبدأوا بداية جديدة. أوكي، بتبحثوا عن التوازن، شخص خاصة هالإنسان اللي ابتعد عنكم شخص بتحبوه، كانت في علاقة حب جميلة بيناتكم، بس عم شوف الأمور باءت بالفشل أو العلاقة ما كانت جيدة بيناتكم. أوكي، أنا عم شوفك عم تبحث عن توازن، عم تبحث عن استقرار أكثر بالحياة. أما الشريك حاليا عم شوفه في علاقة، يعني إذا هي وردة يعني هي بتعني كتير أشياء هالورقة، لمجموعة من الناس الحبيب مش قادر يبعد عنكم، مش قادر يبتعد عن العلاقة، أو في حب قوي بينك وبينه، في نوع من التعلق بالعلاقة، بس للبعض عم شوف أنه هالإنسان في خيانة، وخاصة عم شوف في خيانة جسدية مع أشخاص أخر، يعني مع ناس تانيين. أوكي، بس وارد هو كما يظهر لي أنه هو متعلق كتير بعلاقتكم، يعني أنتو إياه متعلقين ببعض بشدة مش قادرين تنسوا بعض. أوكي، عم شوف في تعلق شديد وفي غيرة وفي حب وفي نوع من التملك بالعلاقة أكثر. أوكي، شابكين ببعض لدرجة لما بتبعدوا عن بعض، وخاصة هو لما بيبعد عنك بحس بألم مش قادر يبعد. أوكي، أنتوا مع بعض تتألموا لما بتكونوا مع بعض، وحتى لما بتفترقوا يعني بتصير يعني بتتعبوا، التعب لما بتكونوا مع بعض ولما بتفترقوا مع بعض في تعب. أوكي، يعني علاقة كتير صعبة. أوكي، عم شوف كذلك أنت خاصة صاحب القراءة عم شوفه من بعد هالفراق اللي عم شوفه بالتاروت، انتو عم بتحاولوا
تكونوا سعيدين. اللي أنا عم نطلع إنه أنتم تحدثون توازن بالحياة، هيدا اللي بيطلع لي. كذلك أنت يا صاحب القراءة عم شوفك حاليا عم تبحث عن أشياء تسعدك بالحياة، لأنه العلاقة كانت جارحة جدا وكان فيها خصام وكان فيها زعل كتير قوي، وصرتوا عم تبحثوا عن حل لعلاقتكم أكثر. أوكي، لهيك أنا عم شوفك عم تلجأ لموضوع اللي عم تنسي كل هالأشياء السلبية اللي عشتها باللحظات الحلوة. كذلك حاليا عم شوفه بيحاول يعني ينسى الموضوع. حاليا عم شوف هالشخص بعزلة وعم يتمنى كتير أشياء بالحياة أنه تتحقق، يتمنى أنه تكون العلاقة جيدة معك، وبس يعني ممكن حاليا انتم مبتعدين. اذا ما كان في ابتعاد جسدي، عم شوف في ابتعاد شوي هيك بالعلاقة، في نوع من لانه عم شوف العلاقة تأخذ منحى التعلق اكثر. الشيء السلبي اللي عم تشوفه انت فيه، ممكن هالانسان عم يهتم للعائلة اكثر ما يهتم فيك. هذا للناس المتزوجين، وارد يكون حتى الناس اللي بعلاقة. اوكي، عم شوفوا اهتماماته أكثر تنصب للعائلة، وممكن حدا بالعائلة توفى له، في أشياء بالعائلة حاليا عم يعيشها هالإنسان. وعم شوفوا هذا الأشياء الإيجابية، عم شوفوا شخص باور، يعني فيه نوع من ممكن يكون برج أسد وفيه هيك طاقة نارية أكثر، لأنه عم يطلع هالإنسان ممكن يكون برج الجدي وممكن يكون برج الأسد، وحتى القوس عم يطلع هون بالقراءة. عم يطلع الإنسان هيك شخصية نارية، شخصية مقدامة، شخصية هيك جميلة، عنده نوع من عنده انرجي او عنده طاقة كتير هائلة، بيعمل كتير اشياء، وعنده هيك عنده كتير طموحات بالحياة. اما هو عم يشوف انه عم يشوف على انه انت عندك مشكل ب ويعني عندك مشكل بعدم التوازن بالعلاقة. يعني انت ما بتعرف توازن العلاقة، انت شخص وهيدا بيبين لي هيك، انتم انت والشريك لما بتدخلوا بالعلاقة بتدخلوا يعني لأعماق العلاقة، ممكن انتوا بتحبوا بعض لدرجة بتصيروا تتحكموا ببعض، بصير هو يسأل عنك كل لحظة، يسأل عنك بأي وقت، ممكن انت عم تراقبيه بشدة. وهالأشياء انا عم شوف ما في توازن بالعلاقة، في نوع من التعلق الشديد بالعلاقة، هيدا عم يظهر لي هون. اما الاشياء الايجابية، عم نشوفك شخص روحاني، شخص متدين، شخص عنده عمق داخلي جميل. اوكي، بحب فيك هالشخصية، وبحب انه عميق جدا، عندك نوع ممكن شخصية انسانية، عم تحب الخير للناس وهيك جميلة، يعني هيدا ينطبق على الرجل والمرأة. اوكي، كمان عم شوف انا وخاصة نواياك انت، عم شوف النية، بالرغم انه في زعل بيناتكم، في خصامات، وفي نوع من انتم مش قادرين تبعدوا عن بعض، في نوع من بدك انت، خاصة انت بدك ترجعوا لبعض، تكونوا مع بعض، تكملوا الطريق، اوكي، تضلوا مع بعض. اما هو حاليا عم شوف في حب وفي كل شيء، بس هو حاليا
مبتعد حاليا، ما عم ينوي شي، عم يفكر واخد وقت لحاله، ما عم يقدر، ما يعني ما رح يعمل خطوة للأمام. اوكي، عم يفكر بنسبة كبيرة، بفكر يعني هالإنسان بحبك بس ما مشوف في خطوة للأمام. إذا أنت ناوية إنه تكون خطوة زواج، خطوة يتقدم لك، يعمل شيء لإلك، ما عم شوف أبدا بهالوقت. لا، بس أنا عم شوف إنه هالإنسان نيته جميلة، بحبك، بس هو مبتعد بهذا الوقت. حتى لو كان لساتكن بالعلاقة، هالإنسان بهالمرحلة واخد بوز، واخد وقت لنفسه، بده يشوف أولوياته، أو بده ياخد وقت يقرر، أو ياخد قرار حاسم. أوكي، يعني العلاقة هل فيها زواج أو لا، حاليا ما عم نشوف. لسات رح تضلوا بهالمود تبع التعلق وتضلوا مع بعض وتكونوا هيك. يعني إذا بعدتوا عن بعض ما بتقدروا، وإذا ضليتوا مع بعض ما بتقدروا. بقول لك clear your space، يعني نظف محيطك، أو نظف الهالة تبعك. يعني بقول لك هالإنرجي تبعك أو طاقتك أنت اللي تحيطك، يعني الطاقة اللي بتحسها وبتشعر فيها أنت، لازم ما تنقيه، لأنه في نوع من المراقبة والشك والغيرة والتملك. هذا كل شيء بيضر، يعني هالطريقة بتضر العلاقة أكثر ما بتنجحها. أوكي، أنا عم لاحظ في نوع من الخلط بين الحب وبين التعلق والشك. يعني عم شوف كتير ناس إذا بحبوا بصيروا يتملكوك، لا من الرجل لا من المرأة، وهيدي الطاقة مش صحية ولا طاقة حب. هيدي طاقة سلبية. أوكي، يعني فيك تحب الشخص بس ما فيك تتعلق فيه. أوكي، مثلا أنا بحب أمي، بس يعني ليس من المفروض أن تصير لإلي، تصير ملكي، يعني أملكها، أو مثلا إذا بدها تتزوج أملكها، ما خليها. هذا نوع من الطاقة السلبية. أوكي، لازم تشيلوا فكرة إنه تملك الشخص، هذه طاقة سلبية، لأنه ما عندنا الحق نملك أي حدا أو أي حيوان أو أي شخص. أوكي، لازم تعطيه حرية، لازم تعطيه طاقة أو سبيس لإله. أوكي، كمان هون بيقول لك، عم شوف كمان هون في نوع من ال تعلق، وكمان هون بيقول لك لازم تشافي حالك أو تشافي هالطاقة السلبية اللي أنت عايش فيها. هكل الورق بيحكي على انه انت والشريك، لا احكي عنك فقط، انت والشريك مساهمين بفشل هالعلاقة، لانه في نوع من التعلق ومن التملك ومن الغير الشديدة. اوكي، عم شوف شيء من الماضي رح يطلع على السطح. هذا الشيء من الماضي صراحة سبب لكم ألم، ممكن يكون مشكلة أطفال، ممكن البعض عندكم مشاكل تتعلق بالأطفال. فعم شوف أن الموضوع رح يعني يطلع على السطح لتعيدوا صياغته من جديد. عم شوف كذلك حتى أنه في صياغة جديدة لحياتكم، كأنه رح ترتبوا حياتكم من جديد. أوكي، عم شوف للبعض منكم من أصحاب برج الثور يعانون من الظهر، من الأعين، وكذلك حتى القدمين، رجلين. أوكي، حاولوا تشربوا مي كتير، وحاولوا تعيدوا صياغة كتير أشياء جديدة بحياتكم. أوكي، هذا كل شيء كان على برج الثور. بتمنى لك كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتي.